في عناوين النشرة: للمرة الأولى منذ اغتياله رشيد كرامي ناخباً. رشيد كرامي. وعشية ذكراه صوره ترتفع في طرابلس. الصلاحيات تهدد فخامة الحكومة. كان في اقتراحات أن يوقع الجميع أو أن يوقع الثلثان أو يتوقع الأكثرية الموجودة. الراعي مبرئا عملاء لحد من تهمهم. هون نحن بنسميه متعاملين وخونة. أنا هيدا كلام برفض رفضا تاما. في الخاص: أطفال الحشيشة في الزراعة والتلف. شو هيدا الشغل؟ حشيشة. بدي أتعلم المدرسة وبشتغل بأشياء. أول الغيث: محاسبة رجل معنف. ما صدر عن قاضي العجلة اليوم هو قرار يحمي السيدة بفعالية، ولكن. وآخر إبداعات داعش: إعدام طفل في دير الزور. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. عندما يمر الفراغ بعطلة نهاية الأسبوع يدوي صوت العدم، وعلى وقع هذا الصوت يشد السياسيون الرحال إلى جولات خلاف تتنازعها صلاحيات فخامة الحكومة الواعدة بالتعطيل. وما سيهم الناس من كل هذه النزاعات السياسية أن الأزمة ستضرب مستقبل الامتحانات الرسمية، وسيحفظ التلامذة في هذه المرحلة مادة جديدة في كتاب التاريخ الحديث، ويغيبون درساً لن ينسوه عنوانه: كيف تعطل بلداً وتبتدع للشغور مبررات. لكن ماذا لو طال الشغور الذي أسهم فيه موارنة لبنان؟ ماذا لو ضربت الحياة في جلسات مجلس الوزراء وفعل التشريع في مجلس النواب؟ عندئذ ستبقى رئاسة الجمهورية ساكنة وحدها في مدن التعطيل، ويكون الموارنة قد تسبب بإحداث ضرر للمؤسسة الأم ولموقع الدولة الأول حامي الدستور، وسيقع القادة المتناحرون على الرئاسة تحت طائلة جرم صنعته أيديهم. وإذا كنا نرتكب جرائم في حق الدستور والتشريع وإفراغ المؤسسات، فإن الدماء هنا لا تسيل، والأرواح السياسية لا تزهق ولا تقضي نحبها، لتبقى سوريا متصدرة الرقم القياسي في عداد الموت اليومي. أمريكا اللاعبة على خطوط الوسط وربما الدفاع كشفت في الساعات الماضية عن أول عملية انتحارية ينفذها فرد من رعاياها هو أبو هريرة الأمريكي. فكيف تنفذ واشنطن وعودها للائتلاف السوري المعارض بتعزيز قدرته العسكرية؟ وهل تعطي الجربة جنودا متطوعين مع صفقة الأسلحة؟ من المؤكد أن ليس هناك سلاح ولا من يسلحون، وإذا كانت واشنطن تحقن المعارضة بالمورفين المسلح، فإن باريس فضحت مراميها وقالت إنها غير مقتنعة بوجود تغيير جذري في سياسة واشنطن حيال المعارضة. 3 سنوات وفرنسا تعد بالتغيير وتتحين مواعيد لرحيل الأسد، وفابيوسها لم يترك مؤتمرا لأصدقاء سوريا إلا حفظه ورعاه واعدا بالأيام المعدودات على سقوط النظام. جيش وزير خارجية فرنسا على الحرب وسعر نارها وقلب السوريين بعضهم على بعض، واتهم الحكومة باستعمال أسلحة نووية قبل صدور أي دليل، ونسق مع زعماء دعم الحرب في الخليج لمرحلة ما بعد الأسد. وعودهم أرست 11,000 مقاتل أجنبي على الأرض السورية، وتسببت بمقتل 150,000 سوري وتشريد 9 ملايين نازح. واليوم تأتي باريس لتقول إن رسائل أوباما موجهة إلى الداخل الأمريكي،
وأن واشنطن لن توفر جهداً للوقوف في وجه المنظمات الجهادية، لكنها لن ترفع الحظر عن إيصال الأسلحة النوعية إلى المعارضة. ثلاثة أعوام إذن من التضليل، من يدفع ثمنها؟ وإذا كانت محاكم جرائم الحرب لن تعاقب دولاً كفرنسا وبريطانيا وبعض دول الخليج، فمن ستحاسب؟ ربما كرم خياط وإبراهيم الأمين. البداية من ذكرى الشهادة، وهذا العام يختلف عن أي عام، في ذكراه الرئيس الشهيد رشيد كرامي في سطور. تقرير جاد غصن. 27 عاماً على اغتياله، ولا يزال رشيد كرامي في موته حاضراً في مفاصل التاريخ اللبناني أكثر من بعض أحيائه، فكان ناخباً رئاسياً في مواجهة من اتهم باغتياله. رشيد كرامي ملغات. وأنا ما وفقت على العفو، أكيد ما لحوي في هلأ على انتخابه كرئيس جمهورية. متهم بقتل رشيد كرامي. يعني أنت مقتنع أن سمير جعجع هو قاتل رشيد كرامي؟ ما في شك طبعاً. مع بداية عام 87 دأبت القوات اللبنانية في محاولة تحويل مطار حالات إلى مطار للمنطقة التي تسيطر عليها. رفض رشيد كرامي الأمر، وهو الذي قدم استقالته من رئاسة الحكومة. فقد أصبح واجبا علي أن أتخذ الموقف الذي أراه يخدم مصلحة هذا البلد وأهله ويفتح الطريق أمام إنقاذه، لذلك أعلن استقالتي من الحكم. رفض رئيس الجمهورية أمين الجميل الاستقالة، وأبلغ كرامي ضرورة أن يأخذ الحيطة والحذر بعد المعلومات الأمنية التي أكدت أن حياته مهددة. اعتمد كرامي الطوافات العسكرية للابتعاد عن حواجز القتل الطائفي، ولكن في زمن الميليشيات ليست السماء سوى مسرح آخر من مسارح الجريمة، فكانت حالات حتفاً. على متن هالطواف العسكرية التابعة للجيش اللبناني انفجرت اليوم عبوة ناسفة موضوعة خلف مقعد رئيس الوزراء رشيد كرامي مما أودى بحياته. اغتيل الرئيس رشيد كرامي والجيش اللبناني وضع باستنفار عام. حادثة الاغتيال شغلت الجميع. دورة سيف في ضخمة صار سجل كرامي رقما قياسيا عالميا مع تعيينه رئيسا للحكومة 10 مرات من دون أن يسلم نفسه للعصبيات العبثية ليحتل مقعدا في نادي رؤساء الحكومات. كان ناصريا في وجه إسرائيل والأحلاف الغربية، وشهابيا من أجل محاولة بناء الدولة وعدم تقسيمها. فلا كنتونات ولا فيدراليات ولا كونفدراليات، بل لبنان بلد واحد. وقعت الحرب الأهلية فلم تلتهمه، وما تحول إلى تاجر دماء ولا إلى زعيم ميليشيا. وعبثا يراهنون بعضهم على إسرائيل وبعضهم على أمريكا وبعضهم على الشيطان الرجيم، فإننا سنظل نناضل وسنظل نحاور. انضم إلى جبهة الخلاص الوطني رفضاً لاتفاقية 17 أيار، ما أثمر سقوطاً لها ثم انسحاباً جزئياً لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الشريط الحدودي. هذه اللحظات رئيس الأركان الإسرائيلي موشي ليفي يتحدث كان مع الصحفيين. الجيش اللبناني تعبر جسر الأولي باتجاه صيدا. إنها لحظات تاريخية. نظرا إلى الجماهير التي أبت إلا أن ترفعه، والرئيس كرامي فوق الراحات. لم تنشأ محكمة دولية من أجل معرفة هوية قتلة الرئيس الرشيد، وتلك أيضا مسألة تسجل لمصلحته. جاد غصن، قناة الجديد. الاستعداد لإحياء ذكرى 27 لاغتيال الرشيد على قدم وساق، ومؤيدو كرامي يستنكرون ترشح جعجع لمنصب رئاسة الجمهورية.
يستعد قصر كرم الإلي في طرابلس المقر التاريخي لآل كرامي لاستقبال الجماهير الشعبية في باحته لمناسبة ذكرى 27 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي. وللمناسبة تشهد عاصمة الشمال حركة لافتة لجهة التحضيرات لإحياء هذه الذكرى، وانتشرت صور الرشيد في أنحاء المدينة لاسيما في ساحة كرم الإلي، وارتفعت اللافتات التي تدين قاتله. وفي جولة عشوائية لكاميرا الجديد على الطرابلسيين بدا واضحا أن ذكرى هذا العام ستشهد مشاركة شعبية كثيفة. حاضرين كل العالم، كل العالم مع أولاده مع أطفاله مع نسوانه كلها نازلة على ذكرى الشهيد رشيد كرامي ضد اللي قتلوا سمير جعجع اللي بدهم يجيبوه على رئاسة الجمهورية، والكرسي هذا رئاسة الجمهورية طلع أمره نظيف. نعم بدنا رئيس كفو نظيف، ما بدنا رئيس كفو دام. قتل رشيد أفندي الله يرحمه على كرسي رئيس حكومة على كرسي قتله، نزل العالم كلياته، تيار مستقبل غير تيار مستقبل كله نزل كرمال دم رشيد كرومي. يعني هو إله على طرابلس، ما في واحد بطرابلس ما هو موظف بطرابلس، ما في بدل ما إله على رشيد كرومي الله يرحمه، والعالم كله نزل زحف. المشاركة كثيفة لأن كل شيء اللي مات هذا مات زعيم زعيم البلد، زعيم الطائفة السنية هيدي، فهمت علي؟ كيف غير عن كل الاعتبارات الناس اللي بتاخذها يعني، فهذا واجب علينا كأهل بلد إنه هذا زعيمنا بهاي الذكرى نحفظه، فهمت علي؟ كيف مش نعيد عدونا، فهمت علي؟ كيف اللي كان يتعامل مع إسرائيل. إشارة إلى أن الذكرى ستقام الأحد عند 17:00 في ساحة كرم الإلي في طرابلس. خلاف تحت سقف التوافق السياسي يحكم عمل حكومة المصلحة الوطنية، والجلسة المقبلة حاسمة. على الرغم من إجماع استثنائي من قبل جميع الوزراء على أن أجواء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كانت جد إيجابية، إلا أن معضلة ممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة من قبل الحكومة لم تصل إلى نتيجة بعد نقاشات مستفيضة من جميع الأفرقاء. الخلاف الأول وهو جدول الأعمال يبدو التوجه بحسب ما يشير إليه عدد كبير من الوزراء وما حدث في الجلسة عينها، أي أن يطلع رئيس الحكومة مجلس الوزراء على جدول الأعمال قبل 72 ساعة. الرئيس تمام سلامه من خلال كلامه يبدو متمسكا بالصلاحيات التي أرساها الدستور من دون الدخول في سابقة دستورية من خلال مشاركة الوزراء في وضع جدول الأعمال. كان جو توافقي بجلسة مجلس الوزراء، والبيان اللي صدر صدر بموافقة من الجميع، وكلهم جايين نهار الثلاثة وبيتابعوا النقاش الموجود، وهو نقاش كتير إيجابي بخصوص الإجراءات اللي لازم تتخذ وكيفية اتخاذها. أنا بعتقد الجلسة اللي كانت امبارح جلسة حتكون تاريخية بالنسبة للبنان، لأنه لأول مرة عم بيكون في هذا التوجه لإيجاد إجراءات تفصيلية لمادة دستورية، وأنا بعتبر هذا التوجه الوفاقي نحو المادة 62 مع الحرص الشديد على إجراء انتخابات الرئاسي بأسرع وقت ممكن رح يكون هو الطريقة اللي رح يتم فيها التعامل من خلال مجلس الوزراء. فيما يبدو أن وزراء التيار الوطني الحر تقدموا خطوة إلى الوراء بعدم الإصرار على هذه النقطة والتركيز على مسألة التوقيع على المراسيم التي ينقسم خلالها المجلس على أكثر من وجهة نظر. تم النقاش بهذا الموضوع، كان في اقتراحات أن يوقع الجميع أو أن يوقع الثلثان أو يتوقع الأكثرية الموجودة، وأهم شيء قيل أنه متى ما كنا متوافقين ما بعود مشكل. طبعا أي وجهة نظر يعني بقصة الثلثان نصف زائد واحد أو إجماع؟ تقلك اللي لما بده يكون في عندك الكل بدهم يوقعوا بيقدر واحد يعطلك، فأنا بفضل أنه على الأقل تكون يعني بحدود الثلثين أو الأكثرية اللي وجدت. أنا برأيي عندما ينتج مجلس الوزراء قراراً بأي صفة كانت الثلثين أو بالأكثرية فيصبح قرار باسم مجلس الوزراء، وبالتالي التوقيع يكون فعلاً على هذا القرار المتخذ باسم جميع الوزراء، وما بعتقد في وزير لازم يتأخر. وزراء حزب الله شددوا في الجلسة على إبقاء الخلافات تحت سقف التفاهم السياسي الذي أنتج حكومة المصلحة الوطنية، فيما لا يرى تيار المستقبل في إصرار التيار الوطني الحر على صلاحيات رئيس الجمهورية أي مناورة في التفاوض الجاري بين الفريقين. الامتحانات الرسمية على المحك.
بدأ العد العكسي لتاريخ 7 حزيران تاريخ المقرر لإجراء الامتحانات الرسمية، والأساتذة الذين كانوا يحذرون منذ انفجار قضية سلسلة الرتب والرواتب لفتوا مرارا السياسيين المعنيين إلى ضرورة تدارك الأمور قبل الوصول إلى هذا الاستحقاق الدراسي. رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب قالها بصريح العبارة عبر قناة الجديد: في امتحانات ولا ما في امتحانات، ماذا تقول؟ هذا الموضوع رهن بموقف مجلس النواب. مجلس النواب هو الذي يتحمل المسؤولية في أنه يعطي الأساتذة حقوقهم ويعطي الطلاب حقوقهم بالشهادة وقبل 7 حزيران. طيب إذا عامل الجلسة وقبل 7 حزيران، أنتم مستعدين للتأجيل لكي يتمكن الطلاب من الدخول بهذا الموقف، بدخول بموديل ساعتها بنعمل حل شامل؟ يعني على كل الأحوال بسبعة حزيران مش موعد الامتحانات، لكن الامتحانات قائمة قد يتم تأجيلها حتى كل الطلاب يفوتوا يرجعوا بجو الدرس، وما رح يتم تأجيلها لرمضان 29 حزيران. نحن بالتأكيد نحن بنا رح تراعوا هذا الأمر، كل هالمسائل هيدي مدروسة وعم نشتغل عليها، وإن شاء الله ما تطول المدة ومتلتقى حل. بس الدولة فيها تواجهكم إنكم أنتوا اليوم هيدا السلاح اللي عم تستخدموه اسمه امتحانات رسمية ستصوبوا على هيئة التنسيق وتلغيه. إذا بيقدروا يتحملوا مسؤولية كله كرمال ما يعطوا حقوق العالم، شو يلغوا؟ يلغوا شو؟ ما أخذوهم سرقوها للبلد. وزير التربية الليس بوصعب أشار في اتصال بالجديد إلى أن كل الخيارات مطروحة كإجراء الامتحانات في موعدها أو تأجيلها أو اللجوء إلى حل إسناد الإفادات، والنقاش الحالي هو درس تبعات كل خيار، معلنا أن الاتصالات بالمعنيين كافة قائمة، وفي خلال الساعات 48 المقبلة سيتخذ القرار النهائي في هذه القضية. من ناحيته أعلن مجلس عمداء الجامعة اللبنانية في بيان أنه حرصا على مصالح الأساتذة ومطالبهم المحقة وتأكيدا لقرار الجامعة استعادة صلاحياتها كاملة، جرى الاتفاق على تأجيل الامتحانات بكل أنواعها في جميع وحدات الجامعة وفروعها إلى يوم الاثنين الواقع في 9 حزيران بعدما كانت في 7 منه. بين الأساتذة والسياسيين مصير تلامذة لبنان وطلابه مجددا على المحك. البطريرك الراعي يعود إلى لبنان بعيدا من الإعلام، والإعلام الإسرائيلي يظهر بعض جوانب زيارته في قرى حدودية مع لبنان في يومه الأخير داخل الأراضي المحتلة. وليد نعيم. وفي ختام أسبوع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الأراضي المحتلة جاء ما لم يكن في الحسابات لا السياسية ولا الدينية، وخرجت الزيارة عن طبعها الرعوي لتأخذ بعدا سياسيا يشمل مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان. فمن بلدة عسفيا المحتلة أحرجت كلمات الراعي أولئك الذين حاولوا الدفاع عن الزيارة على اعتبار أنها تثبت عربية المناطق التي يزورها، خصوصا لجهة دفاعه عن عملاء الاحتلال الفارين في وقت ما زالت الأجهزة الأمنية تعلن بشكل دوري تفكيك شبكات تجسس إسرائيلية. جماعة اللي اضطروا يتركوا لبنان سنة 2000 هو جماعة حاربوا ضد لبنان، هو جماعة حاربوا الدولة اللبنانية، هو دي جماعة حاربوا المؤسسات اللبنانية، هو نحن بنسميه المتعاملين وخوانة. أنا هذا كلام برفض رفضا تاما قدام الملأ كله. دفاع البطريرك استكمله في بلدات الناصرة وعكا إضافة إلى بلدة جش في الجليل الأعلى. وهم هنا يحبون لبنان أكثر من أي مقيم هناك، وآسف أن تلصق بهم تهمة وأن يلصق بهم نعت، ولكن قلت لهم الأبرياء دائما يدفعون ثمن غلطاتي وشرور الكبار. ارتكابات عملاء الأحد والاحتلال ما زالت حاضرة في أذهان اللبنانيين وموثقة بالصوت والصورة منذ أواخر 70s القرن الماضي حتى عام التحرير. لكن الصمت السياسي عن الزيارة التي شملت مناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي الكامل وبرعاية الأمن الإسرائيلي لم ينطبق على أولئك الذين قضوا حياتهم في صفوف جبهة المقاومة الوطنية جمول وسني شبابهم في معتقلات الاحتلال وعملائه. كان الأجدى
بالبترك أنه يرجع للقانون اللبناني فيما يتعلق بتصنيف العملاء والتحدث عن العملاء. الجيش العميل أنطوان لحد هو جيش نكل بالشعب اللبناني، ارتكب المجازر بحق اللبنانيين، ارتكب المجازر بحق الأبرياء. لا أتحدث عن المقاومين ولا أتحدث عن من حمل السلاح بوجه العدو الصهيوني، إنني أتحدث عن المواطنين الأبرياء في القرى الجنوبية المسالمين الذين رفضوا التجاوب مع العدو، رفضوا التجاوب مع سلطات العدو. بحكي عن كوزات إبراهيم بنت رماش، الفتاة المسيحية اللي رفضت بأي شكل من الأشكال تتعاطى مع الاحتلال وتم اقتيادها إلى داخل معتقل الخيام وتعرضت إلى ما تعرضت إليه من تنكيل وتعذيب. بتحدث عن ديكول أبو طاس كمان ابن قرية رماش، وعن كثير من المناضلين. من بحكي عن نعمان نصر الله ابن إبل السقي، شو اللي بحكي عن جورج نصر الله، بحكي عن أمه لنعمان اللي تعرضت للتعذيب، عن خيه المصاب بمشاكل صحية وجرى اقتياده إلى داخل معتقل الخيام والتنكيل من قبل العملاء بقلب المعتقل. بحكي عن القصف المروع والمجزرة الكبرى التي ارتكبت بصيدا بحق أطفال، حوالي 10 أطفال بمدينة صيدا تم قصفهم من موقع العملاء بمنطقة روم. هودي البطرك شو بيقول عنهم؟ هول مين هني بيقول عنهم البطرك؟ هول مش عملاء؟ هول مش خونة؟ كل من حمل السلاح إلى جانب العدو يعاقب بالإعدام. هاي المادة 272 من قانون العقوبات في لبنان. وتجنبا للصحفيين وأسئلتهم التي قد تحرج الراعي، لم يعلن عن موعد وصوله إلى بيروت التي انتقل إليها بطائرة خاصة من الأردن متوجها مباشرة إلى بكركي. أنا سأتحل بقلب لبنان الحقيقي مش لبنان المزيف، بقلب لبنان الحقيقي. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: عند الساعة 1:25 من فجر اليوم سمع عدوي انفجار في بلدة عرسال، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة من نوع كيا سيراتو جردونية اللون وتحمل لوحة تسجيل أجنبية، وقد أدى التفجير إلى إصابة شخصين بجروح حيث نقلا إلى المستشفى. وقد حضرت إلى المكان دورية تابعة للجيش والخبير العسكري حيث قدرت زنة العبوة بكيلوغرامين من المواد المتفجرة. أول انتحاري يحمل جنسية أمريكية يفجر نفسه في سوريا. كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن هوية مواطنها الذي نفذ تفجيرا انتحاريا في سوريا، وأصبح أول أمريكي ينفذ عملية انتحارية في هذا البلد منذ بدء النزاع فيه قبل أكثر من 3 أعوام. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر باسكي: يعتقد أن المواطن الأمريكي المتورط في التفجير الانتحاري في سوريا هو منير محمد أبو صالحة. أستطيع التأكيد أن هذا الفرد كان مواطناً أمريكياً متورطاً في تفجير انتحاري في سوريا. ليس لدينا معلومات إضافية للنشر حتى هذه اللحظة. وطبقاً لشريط فيديو نشره أنصار جبهة النصرة الإسلامية التي تقاتل في سوريا، فإن أمريكياً يقاتل تحت اسم أبو هريرة الأمريكي نفذ هجوماً انتحارياً بشاحنة مفخخة. التفجير وقع في مدينة إدلب شمالي سوريا في 25 من الشهر الحالي، وبحسب صحيفة الحياة فالتقديرات حول عدد المقاتلين الأجانب في سوريا في السنوات 3 الأخيرة تتراوح بين 9,000 و11,000 وغالبيتهم من الدول المجاورة. أما صحيفة الشرق الأوسط فنقلت عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية وصول العدد إلى 9,000 مقاتل أجنبي من أصل نحو 23,000 مقاتل للمعارضة. أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار عملية تنظيم عبور الرعايا السوريين بين لبنان وبلادهم، يطلب من جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الامتناع عن دخول سوريا اعتبارا من يوم غد تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان. وقد طلبت الوزارة من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع والعمل لإبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وأعطائه الأهمية القصوى. أكد النائب محمد رعد الحرص على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ومن دون أي تدخل خارجي، مشيرا إلى وجوب أن يأتي الرئيس الجديد معبرا عن تطلعات الشعب اللبناني وخياراته الوطنية
وأن يحافظ على وحدته ويعزز الوفاق بين اللبنانيين. من كان يريد رهن البلاد لبرامج الدور الكبرى فليبحث عن وطن آخر. هذا الوطن يتمسك بخيار المقاومة، والمقاومة تصنع له حريته وقدرته واكتفاءه الذاتي، وتصنع له الكرامة والمهابة. نحن لسنا تبعا لأحد، ولكن نحن منفتحون على التعاون مع كل من ينسجم مع برنامجنا الوطني. وزير الخارجية جبران باسيل يختتم مؤتمره الاغترابي الأول. حدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل 5 محاور من أجل شراكة كاملة مع الانتشار اللبناني في ختام المؤتمر الاغترابي الأول الجامع بعنوان الطاقة اللبنانية الاغترابية، الذي عقد في فندق هيلتون حبتور في حضور أكثر من 200 شخصية لامعة من أصل لبناني. أنا كلمت امبارحة أول مرة بكلمة بتوجه لحدا بأيها الأحبة، لأنه ما لقيت في شيء بقدر عبر فيه عن محبتي لألكم وعن امتناني لحضوركم بهالسرعة إلا هالكلمة. أنتم بهاليومين زدتولنا منسوب المحبة بقلوبنا ومنسوب المحبة بين بعضنا، وبعتقد هيدا أكتر شيء نحن بحاجة لإله. إيه نحن بحاجة لأزرعتكم لنزيد تسويق المنتوجات اللبنانية، نحن بحاجة لعقولكم لتكونوا أنتم الوسطى بين لبنان ودول العالم. الاحتفال تخلله عدد من الكلمات، وجرى خلاله توزيع جوائز تقديرية لعدد من الشخصيات اللبنانية المغتربة. لبنان يشهد محاسبة رجل عنف زوجته وطفلته في أول تطبيق لقانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس. بعد شهر على إقرار مجلس النواب قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، فعل القانون وشهد لبنان أول تطبيق عملي له، وأصبح من الضروري على كل امرأة ألا تتستر بعد اليوم على أي اعتداء أو عنف تتعرض له. صحيح أن تحفظات كثيرة شابت القانون، ولكنه مع ذلك مكن إحدى السيدات التي سنطلق عليها في تقريرنا اسم ندى من انتزاع حقها من زوجها المعنف، وشجع جيرانها على الاتصال بال112 والإبلاغ، لاسيما بعدما تبين أن الزوج يحتجز زوجته في المنزل منذ أول أيام زواجها قبل 1.5 عام، ويقوم بتعنيفها هي وطفلتها ابنة الأشهر 7 بجميع الأشكال. السيدة امبارح لما تعرضت للعنف، النيابة العامة وقفت الزوج 48 ساعة ورجعتها إلى على البيت هي وبنتها، مكنتها من انه تبقى بالمنزل، رجعت لها كل اوراق الثبوتيه اللي كان الزوج مستولي عليها، ودفعت الزوج نفقه التقرير الطبيب الشرعي. يعني هي كمان نوع من احساس بالمسؤوليه عند الزوج، انه انت ارتكبت فعل بدك تتحمل اتعابه، تتحمل تكاليف علاجه. بس اللي صار مساله التوقيف منا عقوبه، هي بس فرصه نوقف الرجل أو نبعده عن المنزل لنعطي فرصة للسيدة أنها تتحرك وتحصل على قرار حماية من عند قاضي أمور مستعجلة بحسب قانون العنف الأسري. ولجمعية كفى عنف واستغلال التي واكبت قضية ندى ملاحظة على قرار الحماية، لسيما بعد تعرض ندى لضغوط من قبل عائلة زوجها كادت تدفعها إلى إسقاط حقها. ما صدر عن قاضي العجلي اليوم هو قرار يحمي السيدة بفعالية، ولكن يعني كان مستحسن لو السيدة بتقدر تاخذ هيدا القرار بمجرد ما راحت على النيابة العامة، ما تضطر تاخده على دفعات. يعني حتى إذا ما نشرح ولكن بعدين، ما تضطر إنها تاخذ أول قسم عند النيابة العامة وترجع تاني يوم تروح. ونحن لمسنا الضغوطات اللي تعرضت لها السيدة خلال 24 ساعة وكانت على وشك تسقط حقها. يبقى أن قرار الحماية الذي حصلت عليه ندى اليوم ليس حكماً نهائياً، بل قرار حمائي لها يمكنها من اتخاذ قرارها بهدوء، فإما تكمل دعواها الجزائية ضد معنفها وتحاسبه،
وإما تلجأ إلى محاكم الأحوال الشخصية لتستحصل على حكم بطلاقها يعيد إليها حريتها السليبة. دارين دعبوس، قناة الجديد. حريق في مخيم للنازحين السوريين في سهل جديدة البقاعي أتى على أكثر من 17 خيمة. شب حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين في سهل جديدة البقاعية فجراً من دون معرفة الأسباب الحقيقية، وفي التفاصيل أن الحريق أدى إلى احتراق أكثر من 17 خيمة بشكل كامل من دون وقوع إصابات بشرية. فين الساعة طيب من شهد بالليل؟ وقعت الخيمة اللي هون هاي، نطفي فيها نطفي فيها ما تطفي بنزين أو شيء ما بعرف، يعني ولعت كل ياتها. شوفت عينك المخيم كله ولع، كل شيء وراسه بوتية عدنا، كل شيء طلع، طرقت كل الخيام، العالم كلها مهجرة وساكنة برات البيوت، بالسهل عادي الناس، والناس يلا طلعت بأرواحها بس، أرواحها وولادها بس. دق على أمهم ما يجون. ما بعرف شو بدنا نعمل، صار وضعنا أسوأ من الأسوأ الأول. وعملت عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران، كما فتحت قوى الأمن الداخلي تحقيقاً لمعرفة الأسباب. ماراثون رياضي في مرج عيون في اليوم العالمي لمكافحة التدخين بمشاركة عناصر من الجيش اللبناني واليونيفل. لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين وتحت عنوان شارك وخلي قلبك نظيف، رعت مؤسسة الرؤية العالمية المهرجان السنوي الذي يقام على بولفار جديدة مرج عيون من تنظيم نادي عطلة الرياضي واللجنة الثقافية في مرج عيون وقسم الشباب في الصليب الأحمر اللبناني، في ظل مواكبة من الصليب الأحمر والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي حرصا على سلامة المشاركين. وتخلل المهرجان ألعاب وأنشطة ترفيهية للأولاد وسباقات في الركض والمشي لمختلف الفئات العمرية من مناطق مرج عيون وحصبية وطلاب مدارس وثانويات وأندية وجمعيات، وكانت مشاركة لافتة لعناصر من الجيش اللبناني وقوات اليونيفل. وفي الختام تم توزيع كؤوس وميداليات وهدايا وجوائز على الفائزين بالمراتب الأولى. أطفال يعملون في حقول الممنوعات على مرأى من ذويهم ولا أحد يأبه للدوار الذي يصيبهم. تحقيق للزميلة يمنى فواز. هؤلاء العمال ليسوا عمالا عاديين، وهذه الأيدي الملونة لم تتسخ من اللعب في الحقول أو العبث بالأقلام الملونة. عبد الإله، عليا، يازي، نهال، هند، آيات ومحمد، أطفال يعملون في الممنوعات في حقول القنب الهندي. لاستغلاله مضاعف هنا بين عمالة الأطفال ووجودهم في أماكن خصبة بالنزاع المسلح. عم نحي. إيه؟ عم بتعشي؟ إيه. شو عم بتعشي؟ حشيشة. طيب قد عمرك أنت؟ 13. عمري 14 سنة. كمان من أي متى بتشتغلي بالحق يعني بحقل الحشيش؟ من شغلت 5 سنين. آه من زمان. شو بتنعمل فيه؟ هذا يبس سوين دخان. أنا أحب هم يقولوا تعالوا نشتغلوا فيه. إحنا جينا نشتغل فيه. طيب هنا بتعرفي بشو عم تشتغلي ما هي؟ شو هو؟ حشيشة. مبسوطة بالشغل هون؟ إيه. حتى لو كان ممنوع؟ إيه. شو هيدا الشغل؟ 3 أشهر. من أي ساعة لأي ساعة؟ من الساعة 6 للساعة 11. يعطيك العافية. الله يعافيك. آية الحمود. شهر. هذا بيسوى هاي ما تسوى. هيدي ليه بتسوى؟ مو هيدي ليه ما بتسوى؟ لأنها ذكر. شو بتعمل يعني؟ ما بتعمل شيء. هؤلاء الأطفال الذين يستخدمون في موسم تعشيب الحشيشة تستخدمهم الدولة اللبنانية أيضا عند إتلافها. شوفي أولادك يشتغلوا. والله احنا مجبورين بالعمل، شهن بخوف ولا ما بخوف. انت من وين؟ احنا من الرقة. بتنقذ شوي على اولادك انه عم بيشوفوا مثلا الحشيش هيدا بيدخنوا العالم من الممنوعات؟ والله عاد مجبورين، شان ومثل ما قال يضر ولا ينفع، مجبورين. انت من اي متى بتجوا على لبنان بتشتغلوا هالشغل؟ والله ما عمر جينا احنا، هاي اول مرة نشتغل بهالشغلة زي. وكيف الاتيه؟ اعتدوخ. هذه الوجوه بدلت ملامحها الشمس والتعب ولم تمحو عنها الحزن والخوف. ومحمد هو الطفل الوحيد الذي شكى ألمه. أنا وراد ما بعرف إيش تعمل. بورد الورشة. شو بتعمل؟ بورد الورشة. شو يعني؟ بورد المي، بعطيه المي. ما بتعطيه مي؟ يعني أنت بتختلف شغلتك عن شغلته؟ قد عمرك أنت؟
عمري 11. بدي اتعلم المدرسه وبشتغل باشياء. انت من وين؟ انا من الراء. تشتغل باشياء؟ لا. شو قلت لي بدك تشتغل شو؟ بدي ادرس بالمدرسه وبس هيك. بس هيك؟ ان شاء الله يا حمودي. أما الشاويش أبو أحمد فهو صاحب الفضل عليهم لا العكس، وهذا ما يحاول تأكيده. عملت أطفال، الأطفال أهلهم اللي عم يشغلوهم، بعدين عم يجوا بإرادتهم وهن اللي عم يجوا يشتغلوا، لأنه اللي ما بنشغل ابنه بيصير يقول يا خي أنا ما فيني عايش حالي، بده يستعين بابنه ومرته وبنته بأخته لحتى إذن وفي ظل تزايد الدعوات إلى قوننة زراعة الحشيشة في لبنان لابد من تحييد الأطفال عنها. يمنى فواز، قناة الجديد. وزير خارجية سوريا يعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في السفارات بلغت 95% من عدد المسجلين وإعدام طفل في دير الزور. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن دمشق التي صمدت عبر التاريخ في وجه كل الغزاة استطاعت بفضل وعي أهلها أن تواجه الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها سوريا. وقال الأسد لدى استقبال عددا من وجهاء مدينة دمشق ممن أسهموا بجهود المصالحة في مناطق عدة إن قوة أي بلد هي بقوة شعبه، ولولا الحس الشعبي العالي لما استطاعت سوريا أن تصمد وأن تحبط المخططات التي تدبر لها في الخارج. كذلك أشار نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى أن الانتخابات الرئاسية السورية جرت في 43 سفارة، لافتا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 95% من عدد المسجلين. بدوره لفت رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات هشام الشعار إلى أنه لم ترد أي شكوى في شأن أي خرق خلال انتخابات السفارات. وفي الميدان تداول ناشطون سوريون على موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر عددا من أفراد داعش وهم يعدمون طفلا في مدينة دير الزور رميا بالرصاص في وسط ميدان عام أمام أهالي المدينة. وأشار الناشطون وفقا لموقع فيتو إلى أن داعش وقعت عقوبة الرمي بالرصاص على الطفل السوري لاتهامه بالسرقة. أما في إدلب شمالية سوريا فقد استمر النزوح من المدينة التي يسيطر عليها النظام إلى مناطق الريف الواقع بغالبيتها تحت سيطرة المعارضة خشية عملية عسكرية وشيكة تعد لها المجموعة المسلحة ضد المدينة، وخصوصا أنه بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على حمص ترى المعارضة في إدلب المعقل الجديد لها، مع الإشارة إلى أنه سبق حركة النزوح قرار صدر عما يعرف بالهيئة الإسلامية لإدارة المناطق التابعة للمعارضة يقضي بإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة ابتداء من عصر الخميس. وعللت الهيئة قرار الإغلاق بدخول عدد من السيارات الملغمة مناطق الريف قادمة من المدينة. وفي سياق منفصل ذكرت بعض وسائل الإعلام أن القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني عبدالله اسكندري قتل في سوريا خلال دفاعه عن مقام شيعي في مطلع الأسبوع. واسكندري هو رئيس جمعية خيرية حكومية في جنوبي إيران تساعد قدام المقاتلين وأسرى شهداء الجيش، لكن لم يصدر تعليق عن الحرس الثوري ولا عن وزارة الخارجية الإيرانية، غير أن وكالة أنباء فارس الإيرانية ذكرت أن مراسم تشييع القائد ستقام الأحد في مدينة شيراز. ملك المغرب يبدأ زيارة رسمية لجارته تونس. بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة رسمية لتونس تلبية لدعوة من الرئيس محمد المنصف المرزوقي، يرافقه نجله الأمير مولاي الحسن وشقيقه الأمير مولاي رشيد. وأجرى العاهل المغربي والرئيس التونسي مباحثات رسمية في قصر قرطاج تناولت قضايا دعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ومستجدات الوضع في منطقة المغرب العربي، وخصوصا الاقتتال القائم في ليبيا وتبعات ذلك على منطقة الساحل والصحراء، كما ألقى كلمة أمام البرلمان التونسي. ومخطئ أيضا من يتوهم أن دولة بمفردها قادرة على حل مشاكل الأمن والاستقرار، فقد أكدت التجارب فشل المقاربات الإقصائية في مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده فضاء الساحل والصحراء من تحديات أمنية وتنموية.
ومن بين الاتفاقيات المهمة التي جرى التوقيع عليها اتفاقية تدريب الأئمة في المساجد التونسية. فبعد الاتفاقية التي وقعها المغرب ومالي بخصوص تدريب 500 إمام في سياق مواجهة الفكر المتطرف، جاء دور تونس للاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني. هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان باعتقال المتظاهرين في ساحة تقسيم لمناسبة مرور عام على بدء حركة الاحتجاج المعارضة للحكومة التركية. وهدد المتظاهرين أمام آلاف من أنصاره في اسطنبول قائلا: لن تتمكنوا من احتلال ساحة تقسيم كما فعلتم العام الماضي، لأن عليكم احترام القانون. وأضاف: إذا توجهتم إلى الساحة فإن قوات الأمن تلقت تعليمات واضحة وستنفذ كل ما يلزم لحفظ الأمن. يذكر أن آلاف المعارضين للحكومة التركية كانوا قد تجمعوا في ساحة تقسيم وسط اسطنبول عام 2013. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. كان في النشرة للمرة الأولى منذ اغتياله رشيد كرامي ناخبا. رشيد كرامي. وعشية ذكراه صوره ترتفع في طرابلس. الصلاحيات تهدد فخامة الحكومة. كان في اقتراحات أن يوقع الجميع أو أن يوقع الثلثان أو يتوقع الأكثرية الموجودة. الراعي مبرئا عملاء لحد من تهمهم. هون نحن بنسميه المتعاملين وخوانة. أنا هذا كلام برفض رفضا تاما. في الخاص أطفال الحشيشة في الزراعة والإتلاف. هيدا الشغل حشيشي بدي اتعلم المدرسة وبشتغل بأشياء. أول الغيث محاسبة رجل معنف. ما صدر عن قاضي العجلة اليوم هو قرار يحمي السيدة بفعالية، ولكن وآخر إبداعات داعش إعدام طفل في دير الزور. كان هذا كل شيء حتى الساعة. الموعد الإخباري المقبل يأتيكم عند 11:30 من هذه الليلة. فإلى اللقاء.